إذا الفصح من الشعائر الدينية المسيحية يحتفل فيه المسيحيون لاعتقادهم وإيمانهم. إنه الوقت الذي قام فيه المسيح من الموت بعد صلبه 3 أيام. هناك العديد من الرموز التي يستخدمونها المسيحيون في الاحتفالات التي يقومونها في أسبوع الأعلام، وهذه الرموز تدل على احتفالاتهم وابتهاجهم في هذا العيد. ومن بين هذه الرموز التي يستخدمونها هو الصليب. الأب برنارد ريوال الذي ترأس المناسبة بالكنيسة الكاثوليكية في خلالها بدأ بتطهير الأتباع الجدد، طالبا منهم في الوقت نفسه بتبادل الاحترام والأخوة، حيث جرت العادة على أن يتبادل الأصدقاء والأحباب الرسائل والمسجات التي تعبر عن مشاعرهم بالمناسبة. وللتذكير تم تطهير 42 تابعا من بينهم 4 أطفال بعد خضوعهم 4 سنوات تحت التدريب. بعد المشاركة في ليلة عيد الفصح، يلتقي المسيحيون الكاثوليك الذين يعيشون في آتيا مرة أخرى هذا الأحد في الكنيسة لإحياء ذكرى عيد الفصح أو قيامة المسيح. الحفل الذي يحياه أسقف الكنيسة الكاثوليكية القادم من مدينة مونغو أبوه شين تميز بصلوات وقراءات وأغاني وتواشيح، وأيضا وقبل كل شيء التعميد. هم 11 شخصا تم تعميدهم بحضور أهاليهم. هذا وإن المعمودية التي وصفها الأسقف أبو شين تشير إلى دخول المعمدين في العائلة المسيحية الكبرى التي هي الكنيسة، وهي بداية الحياة الروحية والبحث عن الرب. هذا ونشير إلى أن عيد الفصح هو أحد أقدم وأهم الأيام المقدسة في التقييم المسيحي، ويأتي عيد الفصح بعد الصوم الكبير ويحيي ذكرى قيامة المسيح.